آلاف الموريتانيين الغاضبين وقد خرجوا نصرة للأقصى وتضامنا مع المقدسيين والفلسطينيين. نقولها بملي أفواهنا، لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن ضميرها من لا ينهض للأقصى. أكد المتظاهرون من وقشوط رفضهم المطلق للمساومة على خيار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. المتظاهرون أكدوا واجب نصرة الأقصى بالمال والنفس مهما كلف الثمن. خرجنا اليوم احتجاجا وتنديدا لما يقوم به الصهاينة من احتلال وتدنيس للأقصى الشريف، ونطالب الممتحدة بتحمل مسؤولياتها التامة في حماية المقدسات وعلى رأسها الأقصى والقدس الشريف. مسيرة نصرة الأقصى انتهت بمهرجان خطابي هنا أمام ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط، عبر من خلاله المشاركون عن يأسهم من النظام العربي الرسمي الذي وصفوه بالمتخاذل بل والمتواطئ. الأقصى صاعق سوف يفجر الأوضاع على المتخاذلين الذين باعوا القضية وانشغلوا بنزاعاتهم الشخصية وتركوا لليهود المسجد الأقصى ليفعلوا بما شاءوا. الشعوب العربية والإسلامية تعلن اليوم رفضها لهذا البيع وتتحرك من أجل أن تحمي الأقصى إن شاء الله. مرة أخرى جمع التعلق بالأقصى والتضامن معه أفئدة الموريتانيين، فتوحدت كلمتهم في هذه المناسبة بعد أن فرقت بينهم هنا دروب السياسة. هكذا خرج الموريتانيون تضامنا مع الأقصى وليقولوا للمرابطين حول ثغوره: أنتم في القلب ونحن معكم وإن بعدت بيننا المسافات. محمد عبد الله ممي، التلفزيون العربي، نواكشوط.